لنا طاب المساء. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد عدت بحمد الله تبارك وتعالى إليكم بعد تغيب دام قرابة 4 أشهر لأبدأ معركة جديدة في الذود عن مصادرنا الأصلية. ويعني لا أدري كيف أبدأ، لكن أبدأ الحكاية من قبل سفري. لقيني شاب فقال لي إن رجلا تخصص في الطعن على السنة بعامة وعلى صحيح البخاري بصفة خاصة، وله حلقة أسبوعية يداوم الطعن فيها على هذه المصادر الأصلية، فأين أنت وأين المشايخ في الرد على أمثال هؤلاء حتى لا تختل الثقة بهذا الإرث الذي ورثناه كابرا عن كابر على مدى هذه القرون الطويلة؟ فقلت له بلهجة لا تخلو من جدية، قلت له: يا بني، نحن متخصصون، هكذا قلت له بنص العبارة، يعني نحن متخصصون في اصطياد النسور القشاعم والأسود الضراغم، فلن نعجز أن نصطاد غرابا. هؤلاء تعودنا منهم في السنوات الأخيرة أن يخرجوا ما كتبه أهل البدع قديما، وكان أهل البدع في القدم كانوا أعلم منهم وأذكى وآدب. هؤلاء جمعوا قلة علم وقلة أدب، وفي غياب لجنة كبار العلماء وفي غياب سلطان الشريعة خرج هؤلاء من الجحور وتكلموا بنفثة مصدور، ونسى هؤلاء أن هذه المصادر الأصلية عليها حراس شداد. غرهم أننا قلة في نظرهم، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. تصور هؤلاء، لأنه لا يرد عليهم أحد من المؤسسة الرسمية، بل قد يرد أحدهم ردا هزيلا جدا كما ستسمعون الآن، وتصور هؤلاء أن لهم حجة في المسألة. ولذلك أنا طلبت الحقيقة من القناة، قلت: أنا أريد وقتا مفتوحا، ولا أريد أن يكون هناك برنامج بعدي حتى أستطيع أن أوفي هذا الموضوع حقه، وإن كنت أعلم أن حلقة واحدة لا تكفي بل حلقات، لكن أنا سأحاول بقدر المستطاع
أن أتكلم بكلام موجز وبين في الوقت ذاته لأفضح هؤلاء. وجعلت عنوان حلقتي هذه أو دفاعي هذا عنوانا يبدو طويلا إلى حد ما، وأنا حريص وأعلم أن العناوين تصان عن الإسهاب. إذا أنا وضعت عنوانا لمقالة أو عنوانا لكتاب فالأصل ألا أجعله يعني فضفاضا طويلا، لكن أنا مضطر إلى يعني هذا العنوان، وهو الطعن على صحيح البخاري نفق مظلم، من دخله بغير مصباح ارتطم وجهه بالحائط. لم أجد عبارة أبلغ من هذه وردت على خاطري، الطعن على صحيح البخاري نفق مظلم، من دخله بغير مصباح ارتطم وجهه بالحائط. كلمة الطعن على البخاري نفق مظلم دي لا أرجو ألا يتصور أحد أن البخاري معصوم كشخص، وإن كان من صفوة البشر بعد الأنبياء والصحابة والتابعين، الإمام البخاري نسيج وحده، وعقمت أرحام النساء أن تلد مثله في معناه. وأنا في ألمانيا اتصل بعض الإخوة وقال إن فيه رجل محامي استضافوه في بعض القنوات الفضائية وحاوره اثنان، والحلقة موجودة على النت تستطيع أنك أنت تنزلها. نزلت الحلقة بالفعل واستمعت إليها، وأنا معني بالرد على هذا الإنسان، وأرجو ألا أحمر أنفه إذا وصفته بالجهل، فهذا أقل ما يقال فيه. وأنا ليس من عادتي أن أسب أحدا، عندما أصف إنسانا بالجهل هذا ليس سبا إذا كان في موضعه، لأن الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولا شك أن هذا الطاعن باغ وظالم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهو باغ وظالم. لماذا؟ لأنه عندما تكلم عن البخاري لا يتكلم عن شخص البخاري، إنما تكلم عن صحيح البخاري، وصحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول على رغم أنفه وأنف كل طاعن، وسأبين كيف تلقته الأمة بالقبول وما معنى التلقي بالقبول أيضا، لأن بعض الناس بيتصور أن تلقي الأمة بالقبول لصحيح البخاري معناه أنه لا يوجد أي ملاحظات على صحيح البخاري، وهذا كلام غير حقيقي ولم يعنه أحد من أهل العلم قط، لأن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كتاب الله عز وجل وحده، أما أي كتاب فهو من تصنيف البشر. لكن صحيح البخاري أخذ مزية لم يأخذها كتاب، وهو أن الأمة اجتمعت على أنه أصح كتاب. كلمة أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ليس معناه أنه ليس فيه ما ينتقد، لكن ما ينتقد لا يساوي شيئا بجانب ما أحرزه من الصواب. وقد صح عن البخاري رحمه الله أنه قال عرضت كتابي هذا على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين فأقروه إلا أربعة أحاديث. قال أبو جعفر العقيلي الإمام العلم صاحب كتاب الضعفاء والقول فيها قول البخاري، يعني الراجح هو قول البخاري. إذن الكلام بين أئمة مجتهدين يملكون أدوات الاجتهاد وعندهم أهلية،
ليس كهؤلاء الجهلاء الذين لا يعرفون القراءة، مجرد القراءة. يعني هذا الطاعن المحامي الذي طعن على البخاري لا يستطيع القراءة، وطبعا أنا سأقول كلاما، وإذا عارضني في هذا في الحلقة القادمة سأتي بالصوت والصورة، لأنني نقلت كلامه بحرفه وأحفظه أيضا لأنني سمعت هذه الحلقة أكثر من مرة. لا يستطيع القراءة الصحيحة ولا يستطيع الفهم من باب أولى. وأنا سأبين فيما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الاعتراض على البخاري كيف يكون، والذين اعترضوا على البخاري في بعض ما أودعه في صحيحه كالدارقطني مثلا، كبعلي الغساني، كمثلا ابن حزم، أي واحد من هؤلاء العلماء اعترض على البخاري اعتراض عالم وليس اعتراض جاهل. الأول خالص محاوراني في البرنامج، حاور هذا المحامي واستضاف شيخا من شيوخ الأزهر، واستضاف أيضا بعض الدعاء الشباب. الأول خالص أو أجود ما في البرنامج هو أسئلة المحاورين، كانت أسئلة ممتازة لم يجب عنها هذا المعترض أبدا. أول سؤال قال له، يعني قبل ما نبدأ عايز أعرف خلفيتك الدينية التي تؤهلك لهذا الكلام في هذا الموضوع. فلم يزد على أن قال إن هذا الناس مش عارفة إن الدين ده بتاعي، my old الدين ده بتاعي. فدي أول غلطة، الدين مش أولدك لوحدك، ده أولد الناس بحالها، لكن كاعتقاد. إنما الدين كعلم له رجاله، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الكلام موجه لمن؟ لمن ليس من أهل الذكر. فبينت الآية أن الناس ينقسمون إلى فريقين، إلى عالم وإلى متعلم، مش عايز أقول إلى جاهل يعني، إلى عالم وإلى متعلم. المتعلم هذا الذي لا يدري شيئا عن العلم يسأل أهل العلم، ويجب عليه أن يسأل. هو نفسه تناقض لما قال، بعد ما قال my old يعني، قال إن الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن، ولم يقل أفلا يتدبر أهل الأزهر القرآن. تدبر القرآن يجب على الناس أن يتدبروا القرآن، وهذا الوجوب لا أدري من أين أتى به. ولو سلمنا فإن فهم إمام كابن جرير الطبري مثلا، إمام المفسرين، ليس كفهم هذا المعترض، لأن ابن جرير مثلا يمتلك الأدوات من لغة وحديث وأسانيد وفهم وقراءات، رجل بحر من البحور، لا يستوي تدبره مع هذا. إذا قلنا إن التدبر مفتوح لكل الناس، في بعض الناس لا يحسن التدبر ولا يعرف معنى التدبر. هو نفسه ناقض نفسه لما قال إن المعوذتين، إن ابن مسعود البخاري أودع في صحيحه إن المعوذتين ليست من القرآن الكريم، واتجهت لبعض العلماء أسألهم فأجابوني إجابة كان ممكن أن تخيل على آبائي وأجدادي قبل ذلك، لكن إحنا دماغنا منورة حبة، فالدماغ المنورة دي إحنا نشوف هي حبة ولا حبتين بعد شوية يعني. فاتهم آباءه وأجداده وطبقتهم أنهم لا يتدبرون القرآن ولا يفهمون، إنما هو ذكي وبيفهم ولذلك هو أفضل من أجداده. فيبقى ده اللي بيقول أفلا تدبرون القرآن، هل أجداده فعلا وآباؤه وهذه الطبقة كانوا أهلا لتدبر القرآن؟ وكلامه بيضرب بعضه. قال له يعني السؤال الثاني، قال له معلش سأسألك سؤالا قد يبدو غبيا، هو صحيح البخاري ده عمره كم سنة؟ قال له من يوم ما ألفه البخاري
قال له كم سنة يا فندم؟ أنا بنقل لك إيه؟ لأن حفظت الحلقة. قال له من يوم ما ألف البخاري، يعني البخاري اتولد سنة 195 ومات سنة 245. قال له يعني بقى له أكثر من 1000 سنة. المحاور الثاني قال له 1200 وشوية. هو مش عارف متى ولد البخاري ولا متى مات، لأن البخاري أولا لم يولد سنة 295، البخاري ولد سنة 194، ولم يمت البخاري سنة 245، إنما مات سنة 256. واحد يقول لي أنت جاي بتتصدر في التواريخ وبتاع، يا عم فوتها. أقول لك لا، دي ما تفوتش، أي فوتها أمثال هؤلاء. لكن بالنسبة لعلماء الحديث ما تفوتش المسألة اللي زي دي. البخاري ولد في شوال سنة 194، ومات في شوال في ليلة عيد الفطر، ودفن يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر سنة 256. فالبخاري عاش 62 سنة إلا 13 يوما. واحد يقول طب إيه يعني التواريخ اللي أنت بتقولها دي؟ أقول لك دي عند علماء الحديث مسألة مهمة في مباحث الاتصال والانقطاع. يعني مثلا البخاري دفن بعد صلاة الظهر يوم 1 شوال سنة 256. لو أن رجلا قال حدثني محمد بن إسماعيل البخاري يوم عيد الفطر سنة 256 بعد صلاة العصر، ده حكمه إيه؟ هذا حكمه أنه كذاب. ليه؟ لأن البخاري اتدفن بعد صلاة الظهر، فلما يقول حدثني بعد صلاة العصر ده يبقى كذاب. والفرق بين صلاة الظهر والعصر ساعتين ثلاثة، ده بقى من سنة 245 وهو مات 256، يعني شوف كم سنة. وعلم الحديث عندنا الانقطاع يثبت بلحظة وبغمضة عين، مش بعدد من سنوات. فراجل مش عارف البخاري اتولد سنة كام ولا مات سنة كام ولا ألف صحيحه سنة كام ولا في كم سنة. البخاري ألف صحيحه في 17 عاما، 17 سنة البخاري يؤلف، وانتقى صحيحه من 600,000 حديث يحفظها، وما وضع حديثا في وده الكلام ده كله بالأسانيد الصحيحة، ما وضع حديثا في كتابه إلا توضأ وصلى ركعتين قبله، وحول تراجمه وكتب تراجم الصحيح بتاعه أكثر التراجم بين يعني الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بين في الروضة الشريفة بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكتب البخاري أو نقح كتابه 3 مرات، ولذلك بنجد في بعض روايات البخاري ساعات في تبويب مش مذكور، ساعات تبويب تبقى ناقصة كلمة إلى آخره، زي ما العلماء لا سيما الحافظ بن حجر العسقلاني ذكر روايات البخاري والفروق بين هذه الروايات، وطلعت بعض الكتب يعني الأجزاء المفردة في روايات البخاري وزيادة بعضهم على بعض. الزيادة دي جت منين؟ إن البخاري في المرة الأولى ممكن يكون نقح صحيحه، زود كلمة، زود كلمتين، زود باب إلى آخره كما هو معروف. فقال له المحاور، قال له يعني 1200 سنة يعني لم يتفتق ذهن واحد في خلال 1200 سنة عن هذه الاعتراضات اللي انت جايبها النهاردة؟ فلم يجب إلا بمثال المحاور التاني اعترض عليه، بيقول له يعني المسيح عليه السلام ولد بقاله قد ايه؟ قال له 2010. قال له لو جاء واحد للنصارى وقال لهم ان عيسى ليس هو ابن الله وانما هو اله والكلام ده وليس عبدا لله ولا الكلام ده، هيقولوا له ايه؟ فالمحاور قال له هيكذبوه. المحاور الثاني قال له انا اختلف معك في هذا المثال، قال له ارميه.
بلاش. ولم يضع مثالا آخر سوى أن له عقلا يفكر به. ثم بدأ يقول إن الإمام إن صحيح البخاري مشتمل على تكذيب كتاب الله. وأول مثال ضربه أن البخاري روى في صحيحه أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر أن تكون المعوذتين من كتاب الله. قال إزاي يبقى أصح كتاب بعد كتاب الله ويشككني في القرآن؟ أنا قبل ما ابتدي أرد على هذه الفرية الصلعاء الكاذبة، لأن هذا رجل كذاب، كما سأقرأ عليكم، أنا جايب نصوص البخاري عشان أقرأ، أنا أعرفها وأحفظها، بس أنا هقرأ علشان أجيب لكم النص بالكامل. وبكل أسف استضافوا شيخا أزهريا ليرد عليه، فزاد الطين بلة، وكان رده أسوأ من اعتراض المعترض. ليته ما رد، لأنه جرأ هؤلاء المشايخ غير المتخصصين في الصحيح أو في السنة، خذلوا الحق في هذا الموضع. لأن العوام مع المنتصر، مع الغالب، أيا كان الغالب ده، يعني قال بحق أو قال بباطل، المهم أنه غلب. فإذا لم يكن المرء متخصصا في الرد فإنه يهزم الحق، ويتصور هذا المعترض أنه على حق، إذ عجز مثل هؤلاء العلماء أن يردوا عليه، فيوم يزداد كبرا وعنادا وإصرارا على باطله. فأنا أرجو من السادة العلماء غير المتخصصين في السنة وغير المتخصصين في معرفة صحيح البخاري ألا يتكلموا. صحيح البخاري ليس كتابا هينا حتى يدخل فيه أعشار المتعلمين وأخماس المتعلمين وأرباع المتعلمين. هذا كتاب ليس ذلولا، ليس سهلا. أنا رحلتي مع البخاري لحد النهاردة استمرت 25 سنة بالتمام والكمال، أروز الكتاب وأنظر فيه وأتأمله، ومع ذلك لا أدعي أنني عرفت كل أسرار هذا الكتاب. وعلى هذا الكتاب وعلى كتب السنة حراس أقوياء أشداء في جنبات العالم الإسلامي، وأنا أفتخر أنني واحد منهم وإن كنت من أقلهم علما. وهناك من هم أعظم علما، وهناك من هو أقوى علما يستطيع أن يرد، لكن أين هم؟ لا بد أن يخرجوا ويردوا. هؤلاء يرد يشتمون السنة، يشتمون البخاري والكلام ده. النهاردة أنا جاي وأنا قادم إلى الحلقة جرنان أهو، أنا صورت والله الكلام، وأنا يعني حصل لي وجع في معدتي فورا أول ما قرأت هذا الكلام. العدد القادم في جرنان الأسبوع القادم يقول ننشر فصول أجرأ رواية مصرية. أنا أقرأ هذا الكلام لأن العدد حيصدر الأسبوع القادم، وأنا بقول هذا الكلام للمراقبين على الصحف إن كانوا مسلمين ويتقون الله سبحانه وتعالى. الرقابة على الصحف أين هي؟ إذا كان الصحف بتشتم رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية راضي أن يشتم، ده هذا هو حر في هذا، لكن أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام وفي العدد القادم من الصحيفة هذا لا يحل مطلقا. أنا أقول هذا الكلام حتى لا يصدر هذا العدد، وأحذر، والمؤسسة الرسمية ينبغي أن تأخذ إجراء فوريا ضد هذه الصحيفة. أنا أقرأ الآن هو العدد القادم ننشر فصول أجرأ رواية مصرية محاكمة النبي محمد على صفحات اليوم السابع فقط. لماذا يجاهد أعداءه بالسيف قتلا وسبيا ويستحل الغنائم؟ لماذا جعل الحكم بعده ملكية خاصة لأصهاره وأقاربه؟ الأسرار الحمراء لعلاقة محمد بالنساء. ده كلام يكتب في دولة دينها الرسم الإسلام، الليالي الحمراء لمحمد. محمد مين بقى؟ الله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
يعني لا يحل لأحد أن يقول له يا محمد هكذا مجردا. ده بيقول الأسرار الحمراء الليالي الحمراء لمحمد مع النساء. ده نبي؟ ده كلام يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام في جريدة ويقال أجرأ رواية في دولة دينها الرسم الإسلام، وعملين يقولوا لي الأزهر الأزهر حد ما فلقوا دماغنا بالأزهر. أنا عايز الأزهر يتصرف في هذا، عايز شيخ الأزهر يتصرف في هذا، عايز علماء الأزهر يتصرفون في هذا. الليالي الحمراء لمحمد مع النساء، ولماذا لا يتزوج أحد من أمته بنسائه بعده؟ أنا مش فاهم والله دول مسلمين ولا كفر. والله عز وجل يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. عايزون إيه؟ عايزين يتزوجوا نساء النبي؟ دول المسلمين اللي بيكتبوا هذا الكلام يتاجرون بعرض النبي حتى وصل، يعني ما عادش فيه أي خط أحمر إطلاقا. والنبي عليه الصلاة والسلام صار كلأ مباحا، وصار عرضه كلأ مباحا على صفحات الجرائد، والليالي الحمراء للنبي مع النساء. أنا والله لا أدري ما أقول، يعني الخراب والدمار والعار اللي احنا عايشين فيه سببه أمثال هؤلاء. أرضنا لو احتلت وما بقي لنا منها شبر لا تساوي قلامة ظفر أمام هذا الكلام. نحن نستحق أن يضرب بالنعال في كل مكان عشان أمثال هؤلاء اللي هم ضيعوا البلاد والعباد وفرضوا علينا الضنك. النبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يجوز لأحد مطلقا أن يتكلم عنه هذا الكلام ولا عشر هذا الكلام، لكن تجرأوا لما المؤسسة الرسمية تخلت عن دورها الحقيقي وهو الدفاع عن دين الله والدفاع عن الله ورسوله، ويطلع يقول لك ده حرية فكر. لا، ده مش فكر، ده كفر، ده اسمه كفر ما اسموش فكر. فإحنا الهجوم من كل مكان علينا. بكل أسف كما قال القائل لو كان سهما واحدا لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. أنا كدت إن أنا ما جيش النهاردة لما رأيت هذا العنوان، لإني انصدع قلبي من هذا الكلام. أنا مش راضى أكمل الكلام. طبعا في لسه عناوين أخرى في هذه الورقة مش قادر أكملها. فنرجع لكلامنا اللي كنا متكلمه عن هذا المعترض اللي بيقول كيف يكون صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وفيه الطعن على القرآن في إنكار المعوذتين. احنا عندنا حاجتين. أول شيء اسمه صحة الرواية. الشيء الثاني صحة المروي. يعني لما الله سبحانه وتعالى حكى عن الكافرين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، من جهة صحة نسبة الكلام إليهم صحيح 100%، لكن هل كلامهم حق؟ لا، ليس كلاما حقا. ما ينفعش أقول الكلام ده كذب، لا، لابد أن أفرق بين صحة الرواية وبين صدق القول. يعني مثلا عندنا مثلا ابن حزم. ابن حزم رحمه الله كان ينكر القياس جلية وخفية، ما عندوش حاجة اسمها قياس. والقياس ده الدليل الرابع المتفق عليه بين الأصوليين في أصول الفقه. الدليل الأول القرآن، وبعدين السنة، وبعدين الإجماع، وبعدين القياس، وبعدين في ثمان كمان أدلة مختلف فيها بين العلماء، بس الأربعة المتفق عليها اللي أنا قلتهم دول.
ما عدا ابن حزم خالف في القياس. فأنا عندما أقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن ابن حزم أنكر القياس، نوم نقول صح هذا إلى ابن حزم، أما إنكار ابن حزم فباطل أو خطأ. المعترض مش فاهم القضية دي. البخاري رحمة الله عليه لما روى حديث المعوذتين في الصحيح، هو بيقول البخاري بيشككنا في القرآن. طيب البخاري روى هذا الحديث في كتاب التفسير، قال باب سورة الفلق، وبعدين أعقبها قال باب سورة الناس. إذن البخاري يثبت أن الفلق سورة في القرآن، والناس أيضا هي سورة من القرآن، لأن هو في كتاب التفسير في صحيح البخاري يقول لك باب سورة البقرة، ويجيب تفسير لبعض آياتها، باب سورة آل عمران، النساء، المائدة إلى آخره. فلما يقول باب سورة الفلق باب سورة الناس، يبقى البخاري يثبت أن سورة الفلق والناس من القرآن. وبعدين أخرج حديثا واحدا عن شيخين مختلفين في السورتين. ماذا قال البخاري يا إخوة؟ لتعلموا أن هؤلاء الجهلة لا يستطيعون إطلاقا أن يصلوا إلى هدفهم من الطعن في البخاري. البخاري قال نص كلام سورة قل أعوذ برب الفلق، حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنى سفيان، سفيان اللي هو ابن عيينة يعني، عن عاصم، عاصم ده اللي هو ابن بهدلة أو ابن أبي النجود اللي هو صاحب القراءة المشهورة حفص عن عاصم يعني، وعبدة ابن أبي لبابة، عن زر بن حبيش قال. أنا عايزكم لو سمحتوا تركزوا معايا جدا، لأن البخاري له شفوف نظر لا يبصره أمثال هؤلاء المتخلفين، وأنا الشفوف ده أنا هبينه دلوقتي إن شاء الله. عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت. قال أبي فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النص ده ورد في سورة الفلق، بعد ما قال بابه سورة قل أعوذ برب الفلق أورد الحديث ده. وبعدين جاب قال باب سورة قل أعوذ برب الناس، قال حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله اللي هو علي بن مدين يعني، ثنى سفيان اللي هو ابن عيينة برضه، ثنى عبدة ابن أبي لبابة عن زر بن حبيش، وقال حاء، عمل إيه؟ كتب حرف الحاء يعني، حاء يعني هيحول الإسناد، هيجيب إسناد آخر يعني، حاء حرف حاء من التحويل يعني، اختصار أو اختزال لكلمة تحويل. وحدثنا عاصم، اللي قال وحدثنا عاصم وابن عيينة عن زر قال، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده مهم جدا، قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي
قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث زي ما أنتم شايفين يرويه عن سفيان بن عيينة اثنان عند البخاري، قتيبة بن سعيد وعلي بن عبد الله المديني. روى هذا الحديث عن ابن عيينة أيضا الشافعي وأحمد بن حنبل في المسند، والحميدي أيضا في مسنده، التلاتة دول، وسعدان بن نصر، أربعة، كلهم رووا هذا الحديث باللفظ الآتي: قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف، يحك المعوذتين من المصحف ويقول ليست من كتاب الله. يعني أنا عندي كم واحد صرح بلفظة يحك المعوذتين من كتاب الله؟ الشافعي، أحمد بن حنبل، الحميدي، وسعدان بن نصر. البخاري تنكب الرواية عن هؤلاء جميعا وأخذ الرواية المبهمة التي أبهمها ابن عيينة استعظاما لكلام ابن مسعود. عشان كده في حديث علي بن مديني الذي ذكر فيه المعوذتين، لأن قتيبة اختصر الحديث وأتى بقول أبي فقط ولم يأتي بكلام ابن مسعود رضي الله عن الجميع. علي بن مديني لما روى الحديث عن سفيان بن عيينة قال: قلت بإسناده إلى زر بن حبيش، يعني قال: سألت أبي بن كعب، قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. ما جابش البخاري كلمة يحكهما من المصحف، إنما قال كذا وكذا، هكذا على الإبهام. ليه البخاري اختار الرواية دي؟ ليه ما جابش رواية عن الحميدي وهو من مشايخه؟ ليه ما جابش رواية عن أحمد وهو من مشايخه أيضا؟ وأحمد والحميدي الاثنين صرح بأنه كان يحك المعوذتين من المصحف، لأن البخاري استعظم هذا. وكابن عيينة هو الذي كان مرة يصرح ومرة يذكرها على الإبهام. فتلقى أحمد بن حنبل والحميدي والشافعي الرواية عن ابن عيينة بالتصريح بحك المعوذتين من المصحف، وعلي بن المديني تلقاها عن ابن عيينة على الإبهام: إن أخاك يقول كذا وكذا، ومرضاش يقول بيقول إيه. اختار البخاري رواية علي بن المديني التي لم يصرح فيها أنه يحك المعوذتين. ليه البخاري عمل كده؟ استعظاما لهذا الكلام، دي أول حاجة. ومثلها شوف النظر ده مش ممكن دول يوصلوا له أبدا ولا يعرفوا تصرف البخاري. الحاجة الثانية أن الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر كلام ابن مسعود في سياق الحكاية وليس على سبيل الاحتجاج، وهذه مسألة مهمة جدا. دي حكاية بيحكيها، لو كان البخاري يتبنى قول ابن مسعود لما قال باب سورة الناس، لو كان يشكك في كتاب الله ما كانش عنون بكلمة باب سورة، وما كانش جاب كلام أبي بن كعب. يبقى أنا عندي كلام سيق على سبيل الحكاية ليس على سبيل الاحتجاج، وكلام سيق للاحتجاج. طيب النص قدامك كده، والمعترض ما جابش كلام أبي بن كعب، جاب كلام المسعود بس فقط حتى يتسنى له أن يطعن في البخاري وهو يظن أن الناس لا يقرؤون. البخاري يريد أن يحتج بكلام أبي وليس بكلام مسعود. يعني مثلا عشان أبين لك، لما الكلام يساق في على سبيل الحكاية
وليس على سبيل الاحتجاج، إيه الفرق بينهم؟ صحيح مسلم أيضا قيل لأبي بن كعب لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من قام الحول أدرك ليلة القدر. فقال، الحديث في صحيح مسلم، قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، هو ابن مسعود، أراد ألا يتكل الناس، وإنه لا يعلم أنها في رمضان، وأنها ليلة سبع، وأنها ليلة 27، وآية ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تخرج يومها لا شعاع لها. يبقى أنا عندي في هذا الحديث عندي قولان. القول الأولاني قول ابن مسعود، كأن رجلا سأله: أريد أن أحرز ليلة القدر. قال له: إذا قمت السنة كلها أدركت ليلة القدر. وابن مسعود يعلم أن ليلة القدر في رمضان، لا في شوال ولا في شعبان. فأبي بن كعب لمعرفته بمكانة ابن مسعود وعلم ابن مسعود وعلمه قال: رحم الله أبا عبد الرحمن، أراد ألا يتكل الناس. إذن تأول له لأنه عالم، وقال إنه لا يعلم أنها في رمضان، وآية ذلك الحديث. فالإمام مسلم لما يورد هذا الحديث أراد أن يحتج بكلام من؟ بمذهب ابن مسعود ولا بكلام أبي بن كعب؟ يا أيها العقلاء اللي في الدنيا كلكم، قطعا أراد أن يحتج بكلام أبي بن كعب، إنما ساق كلام ابن مسعود على سبيل الحكاية وليس على سبيل الاحتجاج، إنما يحتج بكلام أبي وليس بكلام مسعود. برضو صحيح مسلم من حديث عبيد بن عمير رحمه الله قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول أو يفتي النساء أن ينقضن رؤوسهن من الجنابة، يعني المرأة إذا أجنبت وحبت تغتسل تنقض شعرها توصل الماء إلى أصول شعرها، ولا يكفي أنها تضفر شعرها وتلفه كده وبعدين تنزل تحت الدش أو تحط مية أو الكلام ده ولا يبتل شعرها بالكامل؟ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: تنقض شعرها، يعني يوجب عليها أن يصل الماء لأصول الشعر. إذن ده عندي مذهب أهو. فقالت عائشة: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، ويستريحوا يعني من القصة دي لأن المسألة شاقة. لقد رأيتني أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. يبقى أنا عندي كلام عبد الله بن عمرو بن العاص سيق على سبيل الحكاية، إنما مسلم أراد قول عائشة ولا أراد قول عبد الله ابن عمرو بن العاص؟ أي بني آدم بيفهم يقول أنه أراد قول عائشة، وأورد قول عبد الله بن عمرو بن العاص على سبيل الحكاية مش على سبيل الاحتجاج. كذلك في الصحيحين وغيرهما جاء رجل بيروي هذا الحديث، عبد الرحمن بن أبزة، أنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن ياسر كان جالس، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أجنبت ولم أجد ماء، فماذا أفعل؟ قال له: لا تصلي حتى تجد الماء. فقال عمار: يا أمير المؤمنين، ألا تذكر لما كنا في سرية كذا وكذا وأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب، يعني قعدت تمرغ يعني في التراب، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. فقال عمر: يا عمار اتق الله، يعني عمر نسي الحكاية كلها،
اتق الله. قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدثك، عايزني أسكت هسكت. قال لا، بل نوليك ما توليت، أنت مسؤول عن هذه الرواية. فأنا عندي الآن حديث فيه قول لعمر وقول لعمار. البخاري لما أورد هذا الحديث قال باب هل ينفخ فيهما، في يديه لما يتيمم كده ينفخ في يديه وبعدين يمر على وجهه أم لا؟ يبقى البخاري أراد أن يحتج بقول عمر ولا بقول عمار؟ أراد أن يحتج بقول عمار، إنما قول عمر جاء في سياق الحكاية وليس مذهبا للبخاري لم يحتج به. يبقى أنا عندي الكلام كلام يأتي في سياق الحكاية ليس مرادا للمصنف، إنما عايز يبين لك الحوار، لأن في حوار جرى، فعايز يبين لك الحوار. الحوار ده مش موجود في الرواية الأولى اللي هي تحت سورة الفلق، اللي هي بيرواها قتيبة بن سعيد. دخل دغري البخاري على كلام أبي بن كعب، بيقول لك لهو، بيقول لك قيل سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، وما جابش قصة ابن مسعود، إنه جاب قصة ابن مسعود في سورة الناس كما قلت لكم، إنما أوردها على سبيل الحكاية وليس على سبيل الاحتجاج. لما يجي ده يقول لك إن البخاري أورد أن المعوذتين ليستا من كتاب الله، يبقى كذاب ولا لا؟ هذا يبقى كذاب، يكذب على البخاري. طيب ابن مسعود رضي الله عنه هل فعلا أنكر المعوذتين؟ نعم، أنكر أن تكون المعوذتين من القرآن. ليه ابن مسعود أنكر؟ عايز أجيب لك بقى الحكاية من أولها. في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أولا قبل عهد أبي بكر، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يراجعه القرآن. فلما كان في آخر مرة في آخر رمضان للنبي عليه الصلاة والسلام، عارضه جبريل بالقرآن مرتين، دي بيسموها العرضة الأخيرة، يسمونها العرضة الأخيرة اللي هي في المصحف الآن. قبل ذلك كان القرآن ينزل منجما، يعني تنزل بضع آيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ضعوا هذه الآيات في السورة كذا، وكان الصحابة منهم من يكتب ومنهم من يكتب له، وكلهم كانوا يحفظون. فكان كل أو كان بعض الصحابة لهم مصاحف، زيد بن مسعود كان له مصحف، أبي بن كعب كان له مصحف، أبو الدرداء كان له مصحف، عائشة كان لها مصحف، حفصة كان لها مصحف. لما كانت تنزل آيات يقول لك ضعها في سورة كذا. فلما كانت العرضة الأخيرة وحصل هذا الترتيب التوقيفي للمصحف وللآيات وللسور وللآيات والكلام ده، حصل نوع من التبديل. احنا قلنا كان دي العرضة الأخيرة، حصل نوع من تبديل وترتيب آيات في القرآن، وآيات نسخت وألفاظ نسخت، لأن النسخ عند علماء الأصول ينقسم إلى قسمين، القسمين اللي أنا عايز يعني أنبه عليهم. ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وما نسخ لفظه وبقي حكمه. إزاي؟ عشان أوضح الكلام، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وبعدين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآية البقرة لم تحرم، آية النساء لم تحرم، لأن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن يجوز لي أن أشرب بعد الصلاة مباشرة بشرط أني أدخل في الصلاة القادمة وأنا مستيقظ، يعني في إباحة لشرب الخمر.
لكن سورة آية المائدة فيها نهي قاطع. يوم يقول لك ده نسخ حكمه وبقي لفظه. الآية بتقرأ لكن نسخ الحكم. العكس، هناك آيات كانت تقرأ بقي حكمها ونسخ لفظها، لفظها ارتفع. وده باتفاق علماء الأصول إلا ما شذ منه من أهل البدع ممن لا يقولون بنسخ التلاوة، زي ما حنقول فيما يتعلق به حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، واللفظ الأشهر وصلاة العصر بالواو، إلا إذا كانت الواو تفسيرية تبقى رجعت ليه كلمة صلاة العصر بدون الواو. فكان ابن مسعود كما قلت له مصحف يكتب فيه، وعائشة لها مصحف، وكل واحد له مصحف نسخته الخاصة يعني. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق يعني اقترح عليه عمر بن الخطاب والصحابة أن احنا نجمع المصحف، قال كيف أفعل شيئا لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله إنه لخير. فما يعني زال أبو بكر بعمر وعمر بأبي بكر لحد ما انشرح الصدر، وأبو بكر الصديق جمع كلف زيد بن ثابت أنه يجمع إيه؟ القرآن. وفي عهد عمر ابن الخطاب كان المصحف الذي جمعه كان موجود عند مين؟ عند حفصة. فلما استحر القتل بقراء القرآن وخشي حذيفة بن اليمان على القرآن أن يضيع، ولأنه في صدور الرجال، فقال لأبي بكر الصديق وعمر الخطاب يعني إيه أدركوا المسألة دي؟ قالوا له والله نحن أنت شاب لقن وفطن ونحن لا نتهمك، وكنت تكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فاجمع لنا القرآن. قال لو نقلت جبلا من مكان إلى مكان كان أخف علي من أن أكتب من أقوم هذا الأمر. بدأ يجمع زيد بن ثابت الإيه القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه في زمان عثمان بقى لما بدأ يأخذ مصحف من عند حفصة رضي الله عنها، وكتب المصحف الجامع وأمر بحرق كل المصاحف الأخرى، وأنفذ إلى الأمصار وإلى الآفاق نسخا من المصحف الجامع اللي هو العرض الأخيرة اللي هو المصحف الذي بين أيدينا الآن، وأمر بحرق كل المصاحف دون هذا المصحف الجامع المصحف الإمام. ابن مسعود لما وجد زيد بن ثابت كلف بهذا، وكلف أيضا بأنه إذا اختلفوا في يعني كلمة فتكتب بلغة قريش. فابن مسعود لم يرضى بهذا، قال على قراءة من تأمرونني أن أقرأ، على قراءة زيد، والله لقد أخذت 70 سورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لزيد لذؤابتين يلعب مع الصبيان. أيها الناس غلوا مصاحفكم فإني غال مصحفي. والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، حتأتي بيوم القيامة بمصحف، يعني حاجة مش وحشة يعني. وأبى ابن مسعود تماما إن هو ينصاع للقصة دي، فرجع ابن مسعود إلى صحائفه وإلى مصحفه الخاص. يقول سفيان بن عيينة كما رواه أحمد في مسنده: ولم يسمع ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذتين قط في صلاته، فظن أنهما عوذتان عوذ بهما الحسن والحسين. لأنه من المستحيل أن ابن مسعود يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب ويصلي يعني إماما وبيقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وبعدين يقول ليست من القرآن، هذا مستحيل. يبقى هذا يدل على أن ابن مسعود ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قط يقرأ بالمعوذتين، وظن أن هذه عوذة، لأن كان يعوذ الحسن والحسين بقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فظن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا أن ليست من القرآن خلاص. يبقى هذا رأي ابن مسعود، وهو ثابت عنه أنه كان ينكر أن المعوذتين من كتاب الله عز وجل للسبب الذي ذكرته لكم. فلما نقول أن ابن مسعود كان ينكر هذا نسبة صحيحة إليه، لكن نقول أجمع المسلمون جميعا بما فيهم ابن مسعود فيما بعد. يوم يجي يقول لك طب إزاي البخاري المتأخر
اللي صنف كتابه متأخر يعلم أن ابن مسعود غلطان، وأن ابن مسعود راجع عن هذا القول ويثبت القول الخطأ في صحيحه. أنا قلت لكم أن البخاري ما أثبت هذا احتجاجا، إنما ذكره على سبيل الحكاية، وما ذكر على سبيل الحكاية لا يقوم في مقام الاحتجاج. عشان كده ما ينفعش حد يقول أن البخاري روى حديثا يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان جاهلا، جاهلا باللغة، جاهلا بالفهم، جاهلا بمنهج البخاري في صحيحه. فدعوة أن البخاري بيشك في كتاب الله هذه دعوة صلعاء، ما فيش حد في الدنيا ممكن يقبلها إلا أمثال هؤلاء الجهلاء. قال له، بيقول له المحاور، بيقول له يعني أنت يعني عايز كل اللي مزعلك أنك عايز يعني تنقح البخاري من الحديثين دول؟ قال له حديثين إيه؟ ده البخاري فيه مئات الأحاديث المنكرة والشاذة والكلام ده. قال له طيب زي إيه مثلا؟ قال له زي لفظة وما خلق الذكر والأنثى. قال له البخاري بيقول إن لفظة خلق مش موجودة، وأثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفض أن يقرأ وما خلق، يعني يرفض كلمة إيه؟ كلمة خلق. طيب الكلام ده هل نعم الكلام ده هل هو كلام صحيح ولا لا؟ هل ابن مسعود كان يقول زي ما هو قال ابن مسعود كان يقرأه وما الذكر والأنثى؟ هل ابن مسعود قرأ هذا كما قال هو ان كلمة خلق سقطت والرواية وما الذكر والأنثى؟ انا هقول لكم هذا الكلام بعد فاصل قصير، اعود اليكم به بعده ان شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننظر في القضية التي يعني كنا نتكلم فيها قبل الفاصل، وهي أنه قال إن من ضمن الطعون على كتاب الله عز وجل إن البخاري أورد في صحيحه أن ابن مسعود كان ينكر لفظة خلق من قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى. الرواية كما رواها البخاري في كتاب التفسير هكذا: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان، طبعا سفيان ده اللي هو الثوري، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام، دخل الشام في نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود، فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي، أي إلى علقمة، فقال: اقرأ. فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال له: أأنت سمعتها من في صاحبك؟ يعني أنت سمعت هذا من عبد الله بن مسعود؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء يأبون علينا. الإسناد كالشمس. أنا كنت لسه بقول لك إن في فرق ما بين صحة الكلام إلى القائل ثم صحة كلام القائل. فمن جهة صحة الكلام إلى القائل يقينا أن أبا الدرداء كان يقرأ هكذا، وأن ابن مسعود كان يقول والذكر والأنثى، مش زي ما المعترض قال وما الذكر والأنثى ويشيل لفظة خلق، لكن والذكر والأنثى، لأن دي داخلة في القسم معطوفة. يعني الرواية اللي بعديها قال البخاري: حدثنا عمر حدثني أبي حدثنا الأعمش. طبعا عمر هو ابن حفص بن غياث وأبوه حفص بن غياث. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قلنا: كلنا. قال: فأيكم يحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا: وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم. ده كما قال كل العلماء محمول على ما كان قبل العرضة الأخيرة، ولذلك القراءة دي معدودة في الشواذ، معدودة في الشواذ، والعلماء يذكرونها تنبيها عليها. زي برضو ما قال هذا المعترض إن من التشكيك، تشكيك من تشكيك البخاري في كتاب الله، أن البخاري كان ذكر ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال البخاري روى أن القراءة: وعلى الذين لا يطوقونه فدية طعام مسكين. طبعا هو مش ما بيقراش صح، هي مش بكسر الواو، طبعا هي بفتح الواو: وعلى الذين يطوقونه، مش يطوقونه زي ما هو قال، يطوقونه أي يكلفونه. طبعا البخاري قال كلمة تدين هذا الرجل لأنه متسرع، عايز يشتم البخاري، عايز يظهر كصاحبه القديم الذي بال في ماء زمزم في زمان الحجيج أمام الناس جميعا. فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: أردت أن أذكر ولو باللعنات. فيعني سامح الله القائل إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم. فقوم على البخاري، البخاري قال إيه في 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 رواية ابن مسعود، في رواية ابن عباس؟ قال: قراءة العامة يطيقونه، وهو الأكثر. وبعدين جاب رواية ابن عباس: يطوقونه. لما البخاري يقول قراءة العامة يطيقونه، ده إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن كل القرأة الذين تواترت قراءتهم يقرؤونه، وعلى الذين يطيقونه. يبقى ده ترجيح البخاري في الرواية. وأتى بقراءة ابن مسعود، بقراءة ابن عباس للتفسير، لأن علماء المسلمين قالوا تستخدم القراءة الشاذة في التفسير ولا تكون قرآنا، لأن القراءة لا تكون قرآنا حتى توفر لها ثلاث حاجات. ما أقدرش أقول ده قرآن إلا بثلاث حاجات. الحاجة الأولى هي تواتر القراءة، الحاجة الثانية أن توافق رسم المصحف، الحاجة الثالثة أن توافق وجها في العربية. يبقى دي ثلاث شروط لأي قراءة عشان أقول عليها أنها قرآن. أي واحدة من الثلاثة دي تختل اسمها قراءة شاذة. لكن القراءة الشاذة العلماء لا يطرحونها، إنما يستعملونها في التفسير ولا تكون قرآنا. فالبخاري أورد كلام ابن عباس للتفسير، وده العلماء كلهم نصوا عليه، ما أوردها على أنها قرآن بدليل قول البخاري قبله: قراءة العامة يطيقونه. إذا البخاري يقول الذي يثبت أنه قرآن كلمة يطيقونه، على الذين يطيقونه، مش يطوقونه، لا، البخاري أوردها مورد التفسير. زي ما قلت لكم القراءة الشاذة بيستخدمها العلماء كثيرا، زي مثلا كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. دي في قراءة ابن مسعود. الحنفية احتجوا بهذه القراءة على استحباب أنك تصوم الأيام الثلاثة اللي عليك من كفارة القسم متتابعات، وهم يعلمون أنها قراءة شاذة، لكن استخدموها في الفقه وبيستخدموها في التفسير. إذا لما البخاري يورد مثل هذا لا يقال إن البخاري أورد قرآنا آخر يشكك في كتاب الله. فنرجع بقى لما والذكر والأنثى، كانت الآية هكذا
قبل العرضة الأخيرة، وكل القراءات الشاذة التي ثبتت أسانيدها إلى الصحابة وفقدت شرطا من شروط الشروط الثلاثة دي كانت قبل العرضة الأخيرة. وانت تستطيع ببساطة شديدة أن تطالع كتاب المصاحف لابن أبي داود علشان وهو يؤرخ لتاريخ المصحف، وكثير من هذه الروايات المنسوبة لابن مسعود لا تصح من جهة الإسناد، أغلبها أسانيدها منقطعة، يعني ما أقدرش أقول أن ده كان في مصحف ابن مسعود، لكن قليل منها صح أنه كان في مصحف ابن مسعود. ولا يتصور أبدا أن يفتري ابن مسعود على الله عز وجل ويضع في مصحفه كلاما لم ينزله ربنا سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلت لكم أن العرضة الأخيرة نسخت كل ما كان قبل ذلك. والبخاري فيه برضه، وهذا صح في من طرق، أن عمر بن الخطاب كان يقول: كنا نقرأ فيما نقرأ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فدي كانت آية تقرأ في كتاب الله، وده مثل يضربه الفقهاء الأصوليون، عفوا، يضربه الأصوليون على نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. الرجم ثابت بالسنة، وكان قرآنا يتلى. أنا قريت لكم نص الآية هو: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا اللفظ رفع كله وبقي حكمه. وأي واحد يستطيع أن يذهب إلى كتب الأصول في باب النسخ علشان يعرف أن هذا من النسخ، نوع من أنواع النسخ، أن يرفع لفظ الآية ويبقى الحكم الشرعي. قول أبي قراءة أبي الدرداء وهو يقول: أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا بأصح الأسانيد إلى أبي الدرداء، ما نقدرش نقول هذا كذب، لكن نقول صح أن أبا الدرداء كان يقول والذكر والأنثى، لكن هذا محمول على أنه كان قبل العرضة الأخيرة، وكده ينتهي الإشكال، وما نعملش نوع من المعركة المفتعلة ما بين الروايات الصحيحة ونقول أنها تشكك في كتاب الله عز وجل. بل وصل سوء الفهم بهذا المعترض أنه في آخر الحلقة بيقول إيه؟ بيقول: أنتوا عايزين تجننوا الناس. ليه تجننوا الناس؟ بيقول بقى في صحيح البخاري أن في بقرة تكلمت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها أبو بكر وعمر، شافوا البقرة بتتكلم أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وعايزين أصدق هذا الكلام؟ أنت عايزين تجننوا الناس؟ طيب أنا هقول لك الرواية اللي في البخاري عشان تعرف الرجل ده قدره من الفهم أديه يعني، وتحطه في الميزان الصحيح بتاعه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. البخاري رواه في كتاب الأنبياء باب ذكر بني إسرائيل. خلي بالك بقى من تبويب البخاري، ما هو البخاري ده أصلا بيستعصي على أمثال هؤلاء، ما يفهموش منهج البخاري. باب ذكر بني إسرائيل، وأورد أحاديث كثيرة منها هذا الحديث. شوف الحديث بيقول إيه، البخاري بيقول إيه في هذا الحديث. يقول: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة. ومسلم روى هذا الحديث عن شيخه محمد بن عباد، قال محمد بن عباد حدثنا سفيان برضو ابن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة، بين يعني بينما يعني رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها
فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، أي تتكلم يعني. فقال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم، يعني ما كانش أبو بكر وعمر جالسين في المجلس اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدث فيه بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب، أي على غنمة منها، فذهب منها بشاة فطلبه الراعي حتى كأنه استنقذها منه، يعني الراعي أخذ الشاة من الديب. فقال له الذئب، في رواية أخرى فأقع الذئب على ذنبه وخاطب الراعي، فقال لها استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يبقى أي واحد بيفهم ممكن يفهم من هذا الحديث إن البقرة تكلمت زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والذي حكاية عن بني إسرائيل بدلالة تبويب البخاري، لأنه قال باب ذكر بني إسرائيل. وفي الحديث الذي رواه البزار وغيره حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب، حصل في أمة بني إسرائيل كل حاجة ممكن تتخيل، ويكفي قصة البقرة اللي سميت السورة باسمها، وإن لما ضربوا المقتول ببعض البقرة قام فتكلم وقال قتلني فلان. فبنو إسرائيل كان فيهم العجائب، وكان البقرة بتتكلم والذئب بيتكلم والكلام ده. فيبقى لما يجي يقول انتوا هتجننوا الناس وعايزين تقنعوني ان بقرة تكلمت ايام النبي وابو بكر وعمر شافوا البقرة بتتكلم، يبقى لما يكون بني آدم ده فهمه لحديث واضح بين كهذا الحديث اللي انا قرأته عليكم ده يدخل في البخاري يعمل ده، لا يستطيع ان يقرأ يقول يطوقونه وهي يطوقونه، فكيف لمثل هذا انه يفهم الحديث ده؟ طبعا له يعني طرق في البخاري ومسلم برضو، رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ورواه سعيد المسيب عن أبي هريرة أيضا، وأسانيده في الذروة. وبعض العلماء حمل هذا الحديث على أيام الفتن ومشارف الساعة بدليل الذئب، قصة الذئب، لأن الذئب لما أخذ الشاة والراعي طلب هذا الذئب وأخذ منه الشاة واستنقذها، أقع الذئب على ذنبه وقال لها وقال للراعي استنقذتها مني، خدتها دلوقتي مني، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. يوم السبع ده العلماء قالوا ده أيام الفتن التي تموج كموج البحر، اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها أن خير مال المسلم في ذلك الزمان غنمات يتتبع بها مواضع القطر ورؤوس الجبال يفر بدينه من الفتن. الناس فرارا من الكفر بيتركوا الشياه ويتركوا البقر والجاموس والكلام ده وهربانين، مين اللي هيقعد في وسط الغنم والجاموس والبقر والكلام ده والراعي مش موجود؟ قال لك الديب، الذئب حينئذ يرعى الغنم ويأكل في الغنم براحته ويأكل في البقر براحته والكلام ده. ليه؟ لأن أهل البقر وأهل الغنم فروا بدينهم إلى رؤوس الجبال. فده يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني فر أهلها وتركوها والديب بقى هو الراعي، إذ أنه انفرد بالغنم والشاه والكلام ده. يبقى الكلام ده لما يجي يقول لي إن ده حصل زمان النبي، يبقى احنا بنقول له روح اتعلم، عشان هو في بعض الجرائد قال إن بعض علماء الأزهر ردوا علي برد ما يقنعش ولد في كي جي ون، هو بيقول كده بالتعبير بتاعه، يعني الكلام بتاع علماء الأزهر دول ما يقنعش ولد في كي جي ون. أنا بأرضه بقول له اللي انت بتقوله ده ما يقنعش ولد جنين في بطن أمه،
مش كي جي وان طلع ويتحرك والكلام ده، الجنين في بطن امه لا يقتنع بهذا الكلام. فانا بقول له يعني نصيحه مني يعني، ومش عايز يزعل، اقول له روح اتعلم على ايدين المشايخ. لان المحاور لما قال له يعني، لما ساله عن خلفيته الدينيه يعني، وقال له ماي اولد والكلام ده، فقال له معلش بس في بعض الجزئيات عايز اتبحر. قال انا عارف ان اهل الازهر أهل علم وأهل فضل وهم أعلم مني بكثير، أنا بقول ألفاظه، وهم أعلم مني بكثير، ولذلك ما طلبتش أنا أنقح البخاري، أنا قلت لهم نقحوا أنتوا البخاري. قال طب الاعتراض بتاعته اسمها إيه؟ لما هو بقول أنا مش أنا اللي هنقح البخاري، أمال هو عمال يعمل إيه؟ لما أقول في مئات الأحاديث المكذوبة والشاذة، يبقى ده تنقيح ولا تلقيح؟ مش فاهم. ناقض هذا القول، مما يدل على أنه إنما قال هذا ذرا للرماد في العيون، لما قال المشيخ الأزهر دول ناس فضلاء وناس علماء وأعلم مني بكثير، ناقض هذا الكلام بعد أقل من تلت ساعة. لما سأله المحاور قال له طيب يعني طالما أنك أنت كده رجل مطلع، هل أخذت الاعتراضات ديت وذهبت إلى علماء الأزهر قلت لهم يا جماعة أنا رجل مطلع في الدين وقابلتني مشاكل فممكن تحلوها لي؟ هل انت عملت كده قبل ما ترفع قضية على الأزهر بتنقية صحيح البخاري؟ قال انا لاني عارف ان هم كده قمت رافع عليهم قضية. ايه بقى هم كده؟ يعني لن يوافقوني على رأيي. ما هو عارف لو راح لعلماء الأزهر هيقوم حاطينه في السلة على طول، فلانه عارف ان مفيش امل منهم وأن أحدا منهم لن يوافقه لأنه محامي وحياته كلها قضايا، يرفع قضية على ده ويدافع عن ده والكلام ده أسهل حاجة عنده، قام رافع قضية على الأزهر. قال فين أنت لسه بتقول أنهم أعلم مني بكثير وأهل علم وفضل، وفين لسه دلوقتي بتقول أنا عارف أنهم مش هيوافقوني فقمت رايح رافع عليهم قضية؟ هل كان صادقا فعلا عندما قال ان مشايخ الازهر اهل علم وفضل؟ انا اترك الجواب لاي مستمع بدلاله كلامه الثاني. هو له شبهات اخرى، زي مثلا يقول لك البخاري قال من ضمن التشكيك في كتاب الله من وجهه نظره، يعني يقول لك حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر، ويقول لك ويكتبها. أولا الحديث ده مش في البخاري، هذا الحديث من مفاريد مسلم، وروى أبو يونس مولى عائشة أن عائشة قالت له اكتب لي مصحفا فإذا وصلت إلى هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلاة توصى فآذني، أول ما توصل للآية دي قل لي أنا وصلت الآية دي. فلما وصل إلى هذه الآية قال لها أنا وصلت، قالت له اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هو اعتبر ان ده تحريف في كتاب الله، ده اسمه مصحف عائشة زي مصحفك انت الخاص. انت لما تكون راجل بتتعلم قراءات بتلاقي نفسك عمال تكتب فوق السطر ما بين السطور بتاعت المصحف، بتكتب اما تفسير آية، وساعات تكتب بقلم الرصاص كده على كلمه تفسرها والكلام دهوت. فهذا كان مصحفا لعائشه، فصلاه العصر دي تفسير لمصحف عائشه خاص بيها. الكلام ده امتى يرد كلام هذا المعترض؟ يوم ما يكون عائشه عملت كده في المصحف الامام، ويكون عثمان بن عفان رضي الله عنه والصحابه رضوا ان كلمه صلاه العصر تدخل في المصحف الامام مثلا، ولو عملوا حاجة زي كده يبقى قطعا هي من القرآن. لكن المصحف الإمام خالي من كلمة وصلاة العصر، إذا ده مصحف عائشة. كل واحد بيكتب اللي هو عايزه على المصحف بتاعه، ممكن يكتب على الحاشية بتاعته تفسير مثلا، ممكن يكتب قراءة من القراءات، ولا يقال أنني زدت في كتاب الله ما ليس منه، مفيش حد ممكن يقول هذا الكلام. فهذا كان مصحفا لعائشة خاص، فما هو المنكر في القصة؟ فعشان كده أنا بقول يا إخوانا هذا الرجل
ينبغي أن يحجر عليه بصراحة، يعني ينبغي أن يحجر عليه. وأمثال هؤلاء، رجل لا متخصص في العلوم ولا درس، ده حتى في اللغة العربية بيغلط ففي كلمة خلقت للحرث بتاع البقرة دي، هو بيتكلم يقول فالتفتت البقرة وقالت ما خلقت لهذا، وشهد على هذا أبا بكر وعمر. حتى في اللغة العربية حاجة سوءة يعني. إنما القراءة الصحيحة بقى للواحد اللي متعلم عربي يعني، ما خلقت لهذا وشهد على هذا أبو بكر وعمر، مش أبا بكر وعمر. فأنا بنصحه لوجه الله، لأن هو يوم القيامة سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل عن هذا الخطل اللي هو بيقوله، وهذا الاعتراضات اللي هو بيقولها. فأنا نصيحة وأرجو أنه ما يزعلش مني ويتصور أن أنا بسب ولا الكلام ده إطلاقا، أنا رجل متعلق بكلامي فقط، وإن كان في حرارة أنفاس طبعا، لأن التعدي على مصادرنا الأصلية من قبل أمثال هؤلاء شيء يغيظ حقا، لا سيما وإن الشيخ الذي رد عليه زاد الطين بلة. وأنا هكمل اعتراضات المعترض ده في حلقة أخرى، لأن له اعتراضات كثيرة مش هقدر أستوفيها، لكن أنا عايز أعلق على كلام الشيخ الذي استضافوه على الهاتف أيضا ورد على هذا. يؤسفني أن أقول أن رد الشيخ كان أسوأ من اعتراض المعترض. ماذا قال الشيخ؟ قال أنا عايز أقول ودوني فرصة، أن البخاري عمل ما يشبه خميرة لمعمل، ولم يدر في خلده أن كتابه سيطبع ويكون بين يدي كل الناس. الكلام ده كلام ما قال به أحد قط، ولا ينبغي أن يقوله أحد، لأن من يوم ما البخاري ألف كتابه إلى ظهور المطابع، النسخ التي نسخت من صحيح البخاري أضعاف أضعاف ما طبع حتى الآن. ويكفي في قول محمد بن يوسف الفرابري راوي صحيح البخاري، يقول سمع صحيح البخاري 90,000 ما بقي منهم واحد غيري، وهو آخر من روى الصحيح عن البخاري، وتعددت الروايات إلى الفرابري. فالبخاري لما صنف كتابه كعادة أي عالم بذل كتابه للناس، وكان الناس كلهم بينسخوا الكتاب بتاع صحيح البخاري ويذهب إلى الآفاق في كل مكان، فإيه معنى أن البخاري ما خطرش بباله أن الكتاب سيكون بين يدي الناس؟ أما البخاري عامله لمين؟ لكن الغلط غلط من دخل خطأ في كتاب لا يدري مصطلح مؤلفه. محاكم المعترض ده بيقول ايه؟ بيقول خلاص الكتاب موجود في كل مكان، لما الشيخ قال له هذا ليس للثقافة العامة ولكن صنفه البخاري للفقهاء، وهذا طبعا كلام خطأ 100%، صنفه للفقهاء. فقام المعترض قال له ايه؟ قال له خلاص يكتبوا عليه لا يقرأ إلا بإشراف الطبيب. فقام المحاور قال له تقصد بإشراف الفقيه؟ قال له أيوة، طالما أن البخاري صنف كتابه للفقهاء يبقى يكتب عليه لا يقرأ إلا بإشراف الفقيه. طيب سؤالي للمعترض، هل أنت فقيه؟ الجواب لا وألف لا. السؤال إيه اللي دخله في الكتاب ده؟ لما أنت مش فقيه وما يقدرش يقول فقيه، وإلا ممكن نكعبله في أدنى حكم فقهي يعرفه الصبيان المتعلمين المتفقهة، هو ليس بفقيه قطعا. إذا كنت أنت عايز البخاري يكتب بإشراف الفقيه، إيه اللي دخلك فيه؟ هذا أولا. ثانيا، مش كتب الشريعة بس المبذولة، كتب الفنون كلها مبذولة، يستطيع أي إنسان أن يشتري أي كتاب في أي فن، ويدخل المكتبات
كتب القانون اللي هو درسها على أساس أنه محامي، وكتب الطب والصيدلة والزراعة والصناعة وتربية الأرانب والسمك والدجاج ومش عارف ايه، كل ده مبذول. أنا سأفترض افتراضا، واحد حب يعمل عملة فقال لك قبل ما أعملها أشوف التكييف القانوني لها وأشوف أنا سأقع تحت طائرة القانون ولا لا. فجاب كتاب القانون وقعد يقرأ، فلقى مادة معينة من المواد دي قال لك هي دي بتاعتي اللي أنا عايزها، وراح عمل عملته واتقبض عليه، وجاء أمام القاضي اللي أنا هفترض إن هو المحامي المعترض ده، هو القاضي على منصة القضاء. وبعدين حصل محاورة بينه وبين المجرم أو الفاعل، قال له أنت غلطان لأنك عملت كذا، قال له أنا مش غلطان، بدليل أن المادة الفلانية في الكتاب الفلاني بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. فهيقول له بداهة يعني، هو أنت قانوني؟ هو أنت عارف مصطلحات أهل القانون عشان تقرأ؟ هو كتب القانون كلأ مباح لأي حد يقرأها؟ فيقوم الفاعل يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له والله الغلطة غلطتكم، لأنك ما كتبتش على الكتاب لا يقرأ إلا بإشراف القانون. إيه رده على هذا الفاعل؟ هل هيكون رده لا يكتب إلا إشراف الفقيه زي ما هو بنص صحيح البخاري؟ لا أحد يقول بهذا إطلاقا، ولا أحد يقول أبدا إن أنا كل كتاب لابد أكتبه في أي فن من الفنون لابد أن أكتب عليه لا يقرأ إلا بإشراف فلان أو علان القانوني أو الفقيه أو المحدث أو الكلام ده. فالكتب مبذولة لكل الناس يشتري منها ما يشاء، لكن من أخذ كتابا ولم يعرف شرط مؤلفه يؤاخذ. لكن كوني أمنع الكتاب أو أكتب إن لا يقرأ إلا بإشراف كذا أو كذا، الكلام هذا كله كلام من الخطأ بمكان مش حد يقبله، ولا حتى هذا الإنسان نفسه للمثل اللي أنا ضربته. فالشيخ لما يجي يقول إن البخاري لم يدر بخلده إن كتابه سيطبع، كلام خطأ. ثانيا يقول الشيخ إنما جمع البخاري روايات، فقام المحاور قال له إيه؟ جمع ولم ينقح ولم يدقق. قال له نعم، هذا الكلام صحيح، هذا الكلام لم يقل به عالم قط ولا ينبغي أن يقوله عالم، لأنه ضد كلام البخاري نفسه وضد كلام كل العلماء. البخاري كما صح عنه يقول ما وضعت في كتابي إلا صحيحا، وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني يقول الذي تركته أنا من الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، وهو الكتاب بتاع البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر، فلم يضع البخاري كل حديث يعتقد أنه صحيح. ليه؟ لأن هذا الأمر سيطول جدا إذا أراد أن يجمع كل الأحاديث الصحيحة. فما وضع البخاري في كتابه إلا صحيحا يقينا عنده وعند كل من جاء بعده من أهل العلم وأقروه على ذلك. فلما يجي يقول إن البخاري جمع روايات ولم يدقق ولم يصحح، هذا لم يقله أحد قط من أهل العلم. عشان كده بكل أسف هذا الشيخ هزم الحق في هذا الموضع وخذل أهل الحق في هذا الموضع. ليه؟ لأنه لا يعرف شأن صحيح البخاري. فلما المعترض قال له عايزين تجننوا الناس، الكلام اللي أنا قلته قبل كده، فقام الشيخ قال والله يعني نحن نشكر له غيرته وإن كانت في غير مجالها. أنا عايز أفهم يعني الدبلوماسية ديت في الرد هل تنصر حقا؟ هل دي غيرة ولا جرأة؟ عايزين نسمي الحاجات بمسمياتها، أهذه غيرة أم جرأة؟ أنا أقول إنها جرأة وليست بغيرة، وإلا فأنا مضطر أن أشكر الدب الذي قتل صاحبه. فقد زعموا أن رجلا
اصطحب دبا، وكان الدب يحب صاحبه غاية الحب، فنام صاحبه تحت شجرة والدب يحرسه، فنظر الدب إلى صاحبه فإذا ذبابة تقف على رأسه، فاغتاظ من الذبابة وأراد أن يعاقبها كيف تقع على رأس صاحبه الحبيب، فعمد إلى حجر وضرب ورماه على الذبابة ليقتلها غيرة منه على صاحبه، فطارت الذبابة وطارت روح صاحبه أيضا. فنحن نشكر هذا الدب على غيرته وإن كانت في غير مجالها. وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل لبراقش. تعرفون من براقش؟ إنها كلبة وفية، فقد زعموا أن قوما كان لهم أعداء، وهؤلاء الأعداء أرادوا أن يهاجموا هؤلاء أصحاب الكلبة يعني. فلما علم أصحاب هذه الكلبة إن الأعداء هيهاجموهم بالليل فروا واختبأوا منهم، لكن الكلبة الغيور جعلت تنبح حتى تهدد هؤلاء، فتبع الناس هؤلاء نباح الكلب ووصلوا إلى القوم وقتلوهم عن بكرة أبيهم. فأنا أشكر وأحيي براقش التي نبحت غيرة لتدافع عن أهلها وجنت عليهم، لأنها غيرة في غير محلها. وأنا لو فتحت باب الشكر أعتقد أنني أحتاج إلى حلقة كاملة لأشكر من على هذه الشاكلة، غيرة في غير مجالها، هذه ليست غيرة، وإن جاز لي أن أسميها غيرة فهي غيرة مذمومة، وهي من جنس ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الغيرة غيرة يكرهها الله، وهي أن يتخون الرجل امرأته في غير ريبة. من غيرتي على امرأته يوم يعمل ميكروفون التصنت ويحط كاميرات في البيت بحيث يجي يسمعها كلمة مين، ويقفل الشباك بالترباس ويقفل الباب عليها بالترباس، ها؟ فهذا الرجل أيضا نشكر له غيرته وإن كانت في غير مجالها. فلما الشيخ يقول بعد هذه الطوام وهذه الجرأة التي تجرى بها المعترض على كتاب البخاري، يقول والله نشكر له غيرته، أية غيرة هذه؟ هذه جرأة ينبغي أن يذم عليها لا أن يشكر عليها. الكلام المعترض ده في كلام أكثر من هذا بكثير، لأن أنا عندي حوالي كمان 4 شبهات أثارها على صحيح البخاري إن شاء الله، إن جمعنا الله تبارك تعالى بكم في يعني مرات أخرى أنا أجلي أيضا هذه الشبهة، وسأذكر بعض تصرف البخاري في صحيح، بعض الأشياء الغامضة اللي في البخاري التي رفعت هذا الكتاب إلى مناط النجوم، وسأذكر أيضا اعتراضات بعض أهل العلم كنماذج، لأن الجماعة دول فاكرين أن اعتراض أهل العلم كاعتراضهم، لا، أهل العلم كانوا علماء، وكل الكلام اللي وارد على البخاري إنما ورد في أسانيد البخاري. يعني هذا المعترض في الجرنان اللي أنا قريته ده بقول لك أنا أطالب الأزهر بالقبض على 80 راويا من رواة البخاري وتقديمهم للمحاكم. طب حنقبض عليهم ازاي؟ ما اصل حصل مره، وهذا من النكت يعني، في بعض البلدان كانوا بيقبضوا على الجماعه الملتزمين والكلام ده، فدخلوا على واحد طالب حديث فاخذوا من جمله الكتب اللي خدوها المكتبه بتاعته كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر في ذكر رواه اصحاب الكتب السته. فلما خدوا الكتاب من عنده
الكتاب كله أسماء مرتبة على حروف الهجاء، باب من اسمه أحمد، باب من اسمه إبراهيم، مش عارفين. مسكوه علقوه، قالوا له عايزين الجماعة دول. قال طب أنا أجيبهم منين؟ قال له أنت هتكذب بقى ولا هتلعب بينا ولا الكلام ده؟ دول بقى التنظيم بقى بتاعك، ها، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني، ها، بل ابن مسعود وأبو هريرة. ما هو الكتاب في كل رواة الكتب الستة. قال له إحنا عايزينهم بقى، يا تجيب الجماعة دول يا هننفخوك. وفعلا يعني نفخوه وبهدلوه آخر بهدلة، عشان إيه؟ مطلوب الجماعة بتوع تهذيب التهذيب دول. فهو بقى عايز يقدم 80 راوي من رواة البخاري للمحاكمة بتاعتنا بتاع النهاردة، علشان قال لك دول ما فيش فيهم عدل ضابط. طبعا هو لأن الكلام دسم شوية عليه فمش عارف يبلعه، راح لهدي الساري بتاع الحافظ بن حجر وقال ذكر الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري. والحافظ بن حجر ذكر أسماء من تكلم فيهم صحيح البخاري، وذب عنهم ودافع عنهم وبين كيف روى البخاري لهم، فتجاوز هو كل هذا لأنه قطعا مش هيفهمه ولا يفهم الحافظ بن حجر يقصد إيه ولا الكلام ده. ولو جبنا له هدي الساري وناله اقعد اقرأ مش هيعرف يقرأ صح الكتاب. هدي الساري ده المجلد، مجلد واحد اللي هو مقدمة فتح الباري. الحافظ بن حجر غاب في الكتاب ده 5 سنوات في هذا الكتاب، لخص فيه مقاصد البخاري كلها، وظل في شرحه للبخاري 25 سنة حتى ما يقرأش حتى كلام ابن حجر العسقلاني، ما يقرأش كلام بدر العيني ولا كلام ابن بطال ولا الكرماني ولا الأنصاري ولا ابن الملقن. البخاري له قرابة 300 شرح، 300 شرح لصحيح البخاري، ما بين شرح مطول وما بين حاشية وما بين فك جزئية من مشاكل البخاري، إما في التراجم وإما في الرواة وإما في الإعراب وإما في اللغة. 300 شرح اللي طبع لحد النهاردة من كل الحواشي المختصة بالبخاري تقريبا ما يكملش 25 أو 30 كتابا من 300. يوم العلماء دول كلهم يمر على البخاري ويثنوا عليه الثناء العاطر، ولا يتفوه واحد من هذه الأمة جميعها من لدن البخاري لحد النهاردة بهذا الكلام، ثم يأتي هؤلاء الأرباع والأخماس والإنصاص والكلام دوت عشان يتكلم في البخاري ويقول لك ده فيه مئات الأحاديث. بقول له حديثين بس، قال له حديثين إيه؟ ده مئات الأحاديث في البخاري مطلوب تنقيتها وإخراجها. ويجي هذا الشيخ بكل أسف يقول إن الأزهر قام بهذا الدور وعمل كتاب اسمه صفوة صحيح البخاري، نقى منه الكلام الجميل والباقي قال خلوه للفقهاء يتصرفوا فيه. يعني يتصرفوا فيه؟ يعني يبتدي يغربلوه تاني، ينقوه مرة أخرى. يبقى كلام الشيخ التقى مع المعترض ولا لا؟ التقى مع المعترض إن البخاري لم ينقح ولم يدقق ولم يصحح. بكل أسف كما قلت هزم الحق في هذه الجولة على لسان هذا الشيخ بكل أسف لأنه غير متخصص. فأنا نصيحتي، وإن كان هو أكبر مني في السن وأنا يعني أقولها مخلصا، لا تتكلم لا أنت ولا غيرك في صحيح البخاري، ودع هذا للعلماء الذين درسوا صحيح البخاري من علماء الأزهر أيضا. وعندنا في أساتذة الحديث الحمد لله وفرة، يستطيع الواحد منهم يطلع ويتكلم عن البخاري أجود من هؤلاء. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى إنه هو يعني يعيننا على أمثال هؤلاء. النهاردة الجرنان اللي أنا بقول لك عليه ده هو وكاتب الكلام ده في العدد القادم ممكن يطلع يقول لي الكلام ده إحنا لا نعتقده، ده إحنا بنقول الحاقدون الكارهون بيقولوا إيه على النبي، وإنما أوردنا هذا الكلام لنرد عليه. ويظن أن هذا عذرا مقبولا. أبدا، ما سبك إلا من بلغك. والكلام ده مش من عندي، الكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا يسب الرجل أباه وأمه. الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله أو يسب الرجل أباه وأمه إزاي يعني ما تجيش؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. لما تقول لواحد يا ابن كذا يقول لك ده أنت ابن 60 كذا،
يبقى مين اللي شتم؟ أنا لما أقول له واحد يا ابني كذا يقول لي يا ابني ستين كذا، مين اللي شتم أبويا؟ أنا ولا هذا الشاتم؟ أنا الذي شتمته لما عرضت عرض أبي لمثله. وعندنا في الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لأن في الآخر أنت لما تسب الآلهة اللي من حجارة اللي ملهاش قيمة، لكن هذا سيسب رب العالمين، يبقى تمنع من سبها الآلهة عشان ما يسبوش رب العالمين. يبقى لو أنت سبيت هؤلاء بعد هذه الآية وهؤلاء سبوا رب العالمين، يبقى من الذي سب رب العالمين؟ يبقى هذا الشاتم. النهاردة لما يجي يقول لك، وأنا بعتقد يعني أنه ممكن يقولوا هذا الكلام، يقول لك احنا عارفين الكلام ده كله كلام فارغ وكله كلام كفر كمان، بس احنا بننشره عشان نبين الناس بيقولوا ايه وعشان نرد على هذا. ليس كل كلام يمكن ان ينشر وان يقال. محاكمة النبي محمد، الكلام ده ممكن تخطه يد مسلم والليالي الحمراء لمحمد مع النساء وعايز تنشر لي هذا العنوان، وبعدين تقول لي أنا حرد عليه عشان دافيريا بلا مريا؟ أنتم الذين سببتم النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمحتم بنشر هذا الكلام. فأنا أقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، إن ميزان عدل الله عز وجل تظهر فيه الذرة ومثقال الذرة. وما وقع أحد في عرض النبي عليه الصلاة والسلام إلا خذل. واحد زي ده لا يحل له أن يخرج مثل هذا النتن والعفن على صفحات الجرائد وعشان تقول لي عشان أرد عليه. هذا عذر أقبح من ذنب كما يقال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.